أطلق الجهاز الوطني للضرائب الخليجية خدمة جديدة تتيح للمستهلك إمكانية التحقق من أي شركة مسجلة في الجهاز، كما حث الجهاز المحلات والأسواق التجارية بوضع شعار الإعفاء الضريبي أمام السلع المعفاة بهدف تعريف المستهلكين بها. وللحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيد عبد الله عبد الحميد الكوهجي، رئيس مشاريع بالجهاز الوطني للضرائب الخليجية. نرحب فيك. مرحبا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. استاذ عبد الله، يعني كيف يمكن لهذه الخطوات ان تساهم في نجاح عملية التشغيل الاولى للقيمة المضافة وتنفيذها باقصى درجات الشفافية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الخدمة تم تدشينها في الموقع يعني مؤخرا. الخدمة هي عبارة عن على موقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية اللي هو www.nbt.gov.bh، ممكن حق المستهلك أو حتى صاحب المؤسسة التجارية أنه هو يدخل ويتحقق ما إذا كانت المؤسسة اللي بيتعامل معها أو المحل اللي بيتعامل معها مسجل لأغراض الضريبة ولا لا، وفي نفس الوقت يتأكد أن السلع اللي بيشتريها أو الخدمات اللي بيشتريها هل هي خاضعة للضريبة أو لا. طبعا الهدف الأول من هذه الخدمة هي اللي هو لتحقيق مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وإعطاء جميع المعلومات السليمة الصحيحة في المقام الأول. طبعا في المقام الثاني هي لتعزيز اللي هو إنجاح عملية تدشين المرحلة الأولى لضريبة القيمة المضافة، وبالإضافة إلى تحقيقها وتنفيذها بأقصى درجات الشفافية. طبعا هذه الخدمة أيضا ممكن هي تعطي اللي هو يعني نوع مثل ما تقول اللي هو رصد فوري حق أي مخالفة ممكن تصير، بحيث أن المستهلك لما بيروح بيشتري سلعة أو خدمة من أي محل أو مؤسسة تجارية بإمكانه أنه هو يتحقق هل الشركة مسجلة ولا لا، هل أنا له الحق أنه هو يأخذ مني هالضرائب أو لا. نعم. طيب أستاذ عبد الله، كم عدد الشركات التي حصلت على شهادة تسجيل لحد الآن؟ طبعا الشركات المسجلة عندنا تتعدى 1200 شركة، وهذا العدد في ازدياد بشكل يومي بسبب الطلبات اللي قاعدة تجينا تمر خلال مرحلة نوع الترقيق على المعلومات المدخلة من قبل المسجل للضريبة، وبعدها يتم تسجيل وإصدار الشهادة، شهادة تسجيل الضريبة له. هذا من جانب الشركات. من جانب المستهلك، يعني كيف يمكن أن يساهم المستهلك في التطبيق السليم للقيمة المضافة؟ طبعا قنوات التواصل المفتوحة كثيرة حاليا ما بين الجهاز وبين المجتمع ككل. أولها طبعا اللي هو مركز الاتصال الوطني 8000-8001، في عملاء متخصصين للرد على أي استفسارات أو حتى أخذ أي شكوى بخصوص ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك في عندنا الإيميل اللي هو vat@mof.gov.bh، ممكن أي واحد يرسل أي استفسار عنده أو أي شكوى عنده وراح يتم الرد عليها بصورة مناسبة وبشكل سريع إن شاء الله. بالإضافة لذلك في عندك موقع الجهاز نفسه اللي ذكرته سابقا، هو في الكثير من المعلومات اللي ممكن توضح حق الشخص الصورة، منها اللي هي الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الضريبة المضافة، فيها قانون الضريبة المضافة اللي تم نشره في أكتوبر 2018، في لائحة تنفيذية للقانون، في أيضا قائمة السلع المعفاة من الضريبة. وبالإضافة لذلك طبعا في عندنا اللي هو بعض الصور التوعوية أو الإنفوغرافيكس اللي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حق الجهاز. نعم، سيد عبد الله عبد الحميد الكوهجي، رئيس مشاريع بالجهاز الوطني للضرائب الخليجية، شكرا لك.